سلمان الشيبان رقم 14 والحارس الثاني البديل محمد السحلي رقم 22. هذه كانت تشكيلة فريق شباب باريس شيفا. نمر لكتيبة الحسنية بالمدرب الكبير إدريس بن سليمان. نبدأ بحارس المرمى رقم 22 عمر قريحة ركتوت. رقم 10 آدم الطويل. رقم 3 داود بوراج. رقم 2 حاتم حجاج. رقم 7 الكابتن وأشرف شاكر. يحيى فتات يحمل رقم 8. 11 لمحمد الشلي. دينا السبيع رقم يحمل 5. أيوب الحسكي رقم 12. وبالأخير الياس العبيب رقم 4. هذه كانت كتيبة النادي الكبير حسنية طنجة الذي وصل للنهائي الكبير. هنا الحفل الختام الذي يوجد على ملعب الكبير ملعب القرب بحي باهر الشفاع. حكم المقابلة مشاهدينا الكرام ورفيق العافية الحكم الذي يأتينا من السويس ليكون حكم لهذه المقابلة ضمن دوري رمضان الكريم المنظم من طرف جمعية شباب باهر الشفاء للرياضة والتنمية مساندة من هشام بارون وكذلك عبد الواحد الصمدي والكثير من رؤساء الفريق واباء واولياء اللاعبين موجودين كلهم في هذه المباراة الكبيرة من اجل المتعة من اجل الاثارة. يقوم بالارشافات ومشاهدينا الكرام المباراة تنقل للصفر الحكم الكبير يعطيك العافية. الكرة انطلقت الان الى الكابتن واخذت له الكابتن وصلت للاعب من انه الرسولي الياس الرسولي يلعب كره ضاعت منه مره اخرى كتبها يسير مر في الكره الساخره وصلت الملاذ الكبير بصراحه كان له لاعب كبير ليس من بطوله كما لاعب كبير هذه الكره خطيه يا سلام لاعب كبير هذه الكره خطيه يا سلام 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 يا سلام على تلك الجميلة يسرح كرة من ذهب ويحولها إلى نقطة يقين يا سلام على الكرة الجميلة كرة خطيرة معلي يكفيك الترتيب يكفيك الترتيب يا سلام يكفيك يا سيما سيما رقم 14 سليمان الشيبان إلى حامد الحلي معلي يأمر معلي مطالبا وصلت الخطير والناشر الكرة مرة جميلة معلي الخطير الله تلعب ودي طريقه الى الطنجة وصلت اللاعب الذي قطع خليل والحارس وصلت الكره الكره تحت خليل 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 لا يحقق مثل هذه الكرة لا يحقق مثل هذه الكرة يأتي بهدف التعادل يأتي يسعى الهجمة يأتي الهجمة من الأطراف من المراكز وحذر من الأخطاء حذر من فرص عدة كمثل هذه الخطيرة كبيرة جدا مثل هذه الخطيرة كبيرة جدا خطيرة كبيرة جدا خطيرة كبيرة جدا مفاجئة دائمة
الكامل يشاركونني دائما. هدف الثاني قلب الطاولة قلب يقلبون الطاولة براحم عزري حج السمكي يجي البطولة الكبرى تلعب كل حاجة معلو سيرة جميلة يا سلام هدف ثالث هدف ثالث من جانب حمزة الشفيق يسجل الهدف يا مر جميلة جدا لحمزة الشفيق لكنها ضاعت ما زالت الياس تسديدته كان المباراة والحكم مشاهدي الكرام منطقة من طرف جمعية شباب بئر الشفاء للرياضة والتنمية في هذه المباراة وتنطلق الكرة تكتيك التنمية في هذه المباراة وتنطلق الكرة تكتيك التنمية في هذه المباراة وتنطلق الكرة لم يصبروا ولم يعتذروا باغا تابع لفريق شباب الصحراء صفيعا واللي يشتريك يرجع يبيعك وصلت لفريق الشباب يا مر يا له مروج عليك التاكيد وايضا لهذا الفريق الازرق الذي يلعب النهائي مره اخرى جميله جدا 1-2 يا الهي تلعب الكره هلا خطيره جميله جدا يلعب الكيريرا ضاعت من الساحره الكره هنا عادت ضاعت جميله جدا لمن ليلعب براده براده يا مر براده يا سلام براده براده يا مر براده يا سلام لمن ليلعب براده براده يا مر براده يا سلام الذي نتمنى له التوفيق بمسيرته الكروية بعد الكرة الحسنية ويا له من هدف الكرة الحسنية ويا له من هدف يا سلام يا سلام جميل هدف ويا له من هدف يا سلام هيا الكبيرة ويا له من الكبيرة تسديدة جميلة أو على طريقتي يا أيوة فرادة تسديدة قوية جدا لا أو أي أيوة فرادة الذي أبعد الكرة من أمام حارس المرمى هناك تبديل خروج محمد الحميدي ودخول اللاعب أو الحارس الكبير محمد السحلي الحارس الثاني وخطيرة خطيرة وكرة خطيرة سداسية 6-2 كأنها 6-2 ويا لها بالنتيجة ويا لها بالمباراة الكبيرة هذا الشاب الصغير عمر جريحة رتوش تلعب الكرة في الدفاع للعب رقم 5 بلال السبيع يلعب كرة ومشاهدينا الكرام حكم المباراة رئيس مقاطعة بني متدى ورئيس مقاطعة رقم 20 ورئيس الدائرة رقم 20 وكو ايضا اعضاء والرؤساء الحاضرين وكل اباء واوليائي التلاميذ هذا كان مشاهدينا الكرام اقول لكم اغلى تحية كان معكم المعلم والى اللقاء بمناسبة رمضان الأبرد نظمت جمعية شباب الشفاء للرياضة والتنمية دوري رمضاني المرة السادسة التوالية بحضور شخصيات بارزة في المجال الرياضي وبأحسن الذكرى كاتب عبد الحصة ديال حصة الشمال عبد المجيد فرزي وكذلك عدة شخصيات كتبت مثل الكرة وحققت جولة شكرا على الحضور اولا وكذلك ننسى الشكر رئيس مقاطعه كلمه كذا سيد رئيس محمد خيي وكذلك نائب ديالو سي عزيز الصمدي ما نساوهش حتى هو كذلك
وكذلك رئيس الدائرة يلا بقطعة ديال برشيفة، وكذلك السفاح المالية الدائرة الأولى رقم 20 محمد. والآن مع توزيع الجوائز، الجائزة الأولى هي جائزة حكام يقدمها السيد نبيل الرسولي، فليتقدم مشكورا إلى الحاكم رفيق، فليتقدم مشكورا. رفيق من الخيرات الحكام ومؤطرين بعدة جمعيات. فائزات احسن لاعب ناشئ للاعب عثمان ميمون يقدمها السيد احمد اشيبان، فليتقدم مشكورا السيد احمد اشيبان. لاعب عثمان ميمون من لاعبي الناشئين جمعية شباب برشيفة، واللاعب الصاعد يقدم السيد قال عبد الرشيد، فليتقدم مشكورا. لاعب عدنان سعود من خيرة الرف الذي قدم على كفاءة عدنان الثوري طيلة رمضان، كل يقدمها السيد ولد نعيمية أحمد، فليتقدم مشكورا. كذلك محمد سلمون من لاعبي الناشئين الذين أبانوا عن كفاءة عالية خلال الدوري وتوق من جمعية شباب برشيفة. لعبة برشيفة يقدمها السيد سعيد بن شوشة. الجائزة تقدم مشكورة. سيد احمد العافية وملاقات احمد الزوجي الخيرات الذين قتل لاعبي في ارض براعم هو اللاعب اشرف شاكر، يقدمها له السيد عبد العزيز بن عمر، فليتقدم مشكورا. سيد عزيز بن عمر تقدم مشكورا. أخيرا من طرف لجنة لاعب ناشئ محمد حمدي يخطب السيد محمد شفيق المرحومي، اللاعب محمد حمدي من حراس الواعدين برشيفة ولاعب ضمن شباب برشيفة. أيوب الرضا يقدم السيد شفيق سعيد، السيد سعيد شفيق يتقدم مشكورا. والآن مع جائزة التي الجمعية التي احتلت المرتبة الثانية في أرض براعم حسنية طنجة
يقدمها السيد تهمومي عبد الفيد فريق القدم مشكورة. وخاص سيد الهمومي عريس الانباء محمد أمدر قدم تشكر السيد محمد أمدر قدم الجائزة. قدم فريق النوردي جبر له فريق النوردي النوردي هنا لفئة ضرع العادة لجمعية شباب بالشفاء للرياضة والتنمية يقدم السيد عبد الحليم برزي الكاتب العام لعصبة شباب فليتحقق مشكور السيد عبد الحليم. اللاعب عبد الحميد معلن لاعب ناشئ لاعب فريق جمعية شباب الشفا وكذلك لاعب وداد طنجة الذي لفئة الصغار هو اللاعب بلال القرقاوي يقدمها له السيد محمد حراري فليتقدم مشكورا السي محمد حراري عفوا الحراري وهو قال اسمي غلطة ما عندنا ما نديروش شكرا عفوا والان جائزة عادت للحارس الواعد من جمعية شباب الشفا ونوفل ترقون يقدم لها السيد مراد الثقان فليتقدم مشكورة أطوال عليك أحسن لاعب فئة الصغار عادت للاعب الذي سجل هدف الفوز لفريق وداد طنجة في مقابل نهائي المغرب التطواني اللاعب ناشئ داود معين فليتقدم الكرة السيد داود ويقدمها له السيد عبد المجيد القيدي فليتقدم الكرة السيد عبد المجيد. داود معيز من اللاعبين البارزين فوز فريق البدر والان مع جائزة احسن هداف لفئة الصغار عادت للاعب ايمن مرابط يقدمها السيد عبد الباري الشفراوي فليتقدم يتقدم مشكورا السي عيد الجديد. لاعب ايمن مرابط كذلك هو لاعب شباب جمعية شباب الشفاء للرياضة والتنمية كذلك وهو لاعب فريق وداد طنجة والان مع الجائزة الثالثة لفئة الصغار عادت من نصيب جمعية اولمبيك حي المرس يقدمها له السيد ادريس بن سليمان فليتقدم مشكورا. ادريس بن سليمان نعتذروا عن عدم حضور رئيس جمعية عادة لشباب برشيبة يقدمها له السيد مهدي الميساوي وليتقدم كابتن فريق شباب برشيبة اللاعب بلال الدرقاوي. شيفا دوري رمضان كريم المنظم كذلك من طرف جمعية شباب الشيخ الرياضة والتنسيق فليتقدم كابتن الفريق ويقدم له السيد عزيز الصمدي نائب رئيس مقاطعة كريمة كنشكرو بخيت كنشكرو جميع الحضور من الجمهور ولا مسيء